Horoscope et tarot. Tout de suite, معنا العالمة الفلكية مدام ليليا ونجيبة بربي أرتاح معنا. كيف ما نحبيش ما نحملهيش الطفلة هذيك نتاع لوروسكوب ليش ما نحملهاش مدام ليليا ما تسمحيش مدام ليليا بيزي خلينا نخدم ليه ما تخدمش ليه اليوم ماكش باش تخدم نجيب ريد ريد خليني نخدم خليني لك ليه ما تغنيش صوتك حاله اي ريد خلينا نخدم على روحي مدام ليليا صباح الفل انا نجيب زين نهاركم مبروك نهاركم فل العتوانس هالكل مرحبا بكم كالعادة نبداو بسي الحمل الحمل اليوم خير برشا من البارح على خاطر خرجت لك 5 دكور يا حامل تحبوا الكل جاي كل يوم برشا حاجات حلوة جايتك يا حامل استحفظ على التفاؤل اللي عندك يا حامل اعز نهار فريمون اليوم واثبت يا حامل الثور زاد كيف يا سارة حلو خرجت لك 5 دو كارو ستابيليتي حلوه مقابله حلوه برشا ديبلاسمون والا ثنيه باش تمشيها ترجع ياسر فرحان يا ثور ان شاء الله نهار مبروك الجوزاء 3 دو كور نتاع اللي تستنى في حاجه هامه برشا 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 وبدات تتوتر طولت بك المده اما ما تخافش يا جوزاء لي بون نوفيل سور لا روت ان شاء الله السرطان 5 دو كور ياسر حلوه برشا ستابيليتي من نواحي الكل اخبار مزيانه برشا بوان فيو خدمه علاقات معناها نتاع حب باهيه حلوه على الاخر خاطر 5 دو كور لامور ستابيليتي معناها فما حب كبير برشا للسرطان الايامات هذيا باش تعيش بيريود رومانسيه على الاخر يا سرطان اخبار حلوه بوان فيو خدمه فريمون بون جورني السيد 6 دو كارو باهي برشا يا السيد اللي قاعد تخمم في كله باش توصل له تحقيق اهداف حاجه تستنى فيها باش تاخذها اخبار حلوه ناحية التوتر وخليك مستحفظ على الانرجي نتاعك البوزيتيف على خاطر جايينك حاجات ياسر حلوه يا سيد ما تجيش اخر دقيقه وتبلبزها اصبر انت صبرت العذراء تخرج لي 3 بيك معناها تخمم على حاجه رسميه فيها فلوس مشكلتك فلوس يا عذراء استحفظ شويه على الميزانيه وما تجربش وما تاخذش توا قرار فيما يخص مصروف ولا توسكي فلوس شد الميزانيه شويه وما تاخذش القرار بزربه اصبر طريف خاطر فما اون تري بيل سون دارجون جايه الميزان ياسر حلو زاده الميزان وكل مره الاخرى خرج لي متوتر البارح اليوم خرج لي باهي برشا ابارامون صلح وضعيته 9 دو كور ستابيليتي توتال حب معناها بازي ان شاء الله يا ربي اللي يوفى بحاجه ياسر حلوه قاعده رومانسيه باش تتصفى فيها الحسابات الكل ولا يصير فيها موضوع اللي يحطوا فيها النقط فوق الحروف المهم يا ميزان باش تعرف سوغ كيل بي دونسي واخيرا العقرب باهيه برشا زاده يا عقرب خرجت لك فالي دو كارو ولا فالي دو كارو فيكتوار فلوس ديبلاسمون شانجمون انت يا عقرب عندك اون بيريود في مرحله نتاع ترانسفورماسيون اي سورتو اليوم جايك خبر والا ميساج والا تليفون والا حاجه اللي فريمون تو فا تورني لا باج كانك باش تاخذ قرار في حاجه مقلقتك يا اون بيريود اليوم تقف كو سوسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف اليوم وضعيا باش تقف مش حلو الجمله شانس عقرب ربي معاك مش حلو القوس 6 دو تريفل زاد القوس يخمم عنده حاجات يظهر له اخر العام تصليح اوضاع اوراق سيناتور تاخذ الامور بجديه اكثر المهم القوس عملي اليوم على الاخر وعندك نشاط وباذن الله توصل للي تحب عليه بالتعب اللي انت فيه بالستريس اللي انت فيه ومزرب شويه عندك شويه زربه ما تزربش باش توصل للي تحب عليه يا قوس فريمون ربي معاك الجدي على الاخر متمكن من نفسه ويدو كارو هو المعلم قاعد يعطي في الاوامر امور 5 اليوم انت اللي تامر يا سي جدي كل شيء ماشي معك كيما انت تحب بروفيت اليوم بالذات الشانس بجنبك يا جدي اي حاجه تحب تعملها نزيد با فانس وانا جو تنكوراج ان شاء الله نهارك مبروك يا جدي ادالو كات تخافل معناها الباقي عندك شويه قلق يا دالو خليك صبوري وخليك متفائل وانت معروف بالتفائل وبالصبر وسع البال انت في البيريود الاخرى اللي باش تفرح فيها من بعد فما شانجمون حلوه برشا اللي فيها استقرار كلي كيما انت تحب يا دالو الحوت كالعاده والعواد خرجت لك 6 دو كارو يا حوت رو عندك فواياج ماكش مستني ماكش عامل له حساب عندك الطريق دو توت فاسون باش تمشي فيه تفرح فيه برشا وفيه ان بوان اللي تكون سبب في شانجمون قوية بور لافونيغ دونك جو تنكوراج على اي ديبلاسمون جيك يا حوت وبون شانس ان شاء الله نهاركم زين نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الفريكونس 100.7 100.6 بون جورني ا توس